وانه انا هجيب صدور الدجاج نفسها وامسك كده صدر الدجاج ونعمل فتحه في صدور الدجاج. حلو. الفتحه دي نبتدي كده ايه نخليها زي جيب يحتوي التتبيله اللي احنا هنعملها. بصوا فتحتها زي الفراشه كده، بصوا لما نقلبها كده شكلها عامل ازاي، هو ده اللي احنا عايزينه. نسيبها بقى كده زي ما هي وناخد الصدر اللي بعده. اللي بعده واللي بعده وهكذا لغاية ما نفتح الصدور اللي عندنا كلها. في نفس الوقت أنا سايب طاسة على النار، الطاسة دي بسخنها كويس جدا. بس هعمل ايه بقى؟ هاخد كده مقدار من الملح والفلفل ارشهم فوق الفراخ، ده لسه قبل التتبيل وقبل كل حاجه، قبل قصدي الحشوه. نفس الكلام جوه الفراخ، ملح فلفل اسود وهكذا، ملح فلفل اسود، ملح فلفل اسود، اخر واحده ملح وفلفل اسود. يلا وبعدين هجيب الاناء ده واجيب سباتولا او حاجه وهاخد بقى المقادير. التوم هنزل هنا بالتوم الباودر، ينفع توم فريش او ينفع توم فريش برضو عادي جدا، واحط الهريسه واخد العسل مقدار معلقه من العسل، ملح فلفل اسود، نخلط دول سوا كده هيعملوا كده معجون متبل، معجون حلو جدا. وبعدين ما فاضلش عندي غير الزعتر والروزماري، هاخد كده ايه الزعتر، هنزل كده ايه بورق الزعتر نفسه وهحضر بقى ايه، هحضر صينية فرن. ليه؟ علشان انا هاخد الفراخ دي بعد ما احشيها بالهريسه الخطيره دي والطعم القوي ده، وهاخدها في الطاسه كده الونها وبعد كده احطها على طول في الفرن. يلا يلا بينا. هجيب ده كده جنبي هنا واجيب معلقه وهاجي هنا همسك واحد واحد من الصدور دي واروح جايب الجبنه جنبي هنا. هعمل ايه بقى؟ هاخد كده معلقه من الهريسه. يلا ابو حميد الصدر اهو مقفول ومتبل بالملح والفلفل، هفتح كده الصدر احط معلقه من الهريسه هنا اللي بالعسل والثوم والزعتر، وبعدين اروح واخد عود من الروزماري احطه هنا، طبعا ده هيتشال قبل الاكل بس هيدي ريحه حلوه جدا وهي في الفرن، واحط كده مقدار من الجبنه وبكترش الجبنه هنا، واروح قافل دي كده واروح واخدها حاططها هنا في الزيت. هيجيبها لكم احمد دلوقتي تبصوا عليها وانا هشتغل في الباقي. اخد هنا كده الصوص، العود، الجبن وهكذا. هريسه، العود، الجبن، واقفل عليها واخدها كده هنا في الطاسه. اخر صدر انا عامل اربع صدور، الهريسه، العود، والجبنه.
يلا بينا. واخد كده المعلقه اللي هقلب بيها او التونج اللي هقلب بيه معنى اصح، واروح اقلبها كده. يلا واحضر بقى ايه، احضر الصينيه. تعالوا نروق الدنيا جنبي كده واغسل ايدي ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. نغسل ايدينا. هاجي هنا محضر الصينية عندي اهي، واخد الطاسة دي احطها هنا جنب الصينية، واجيب المساكة اللي انا كنت بستخدمها وابتدي اخد قطع الفراخ كده واحطها هنا. اخد قطع الفراخ كده واحطها هنا وهكذا. قطع الفراخ حطيتها هي والايه جوه الصينيه، وبعدين هروح واخد تاني من الصوص واحط كده فوق الفراخ. عسل وملح وفلفل وتوم باودر، ده هدخله الفرن. نفتح الفرن، درجة حرارة الفرن تبقى 180، ده هيقعد في الفرن لمدة 15 دقيقة بس. ده يمكن كمان أقل، ممكن 10 دقايق هنشقر عليه. طب ليه 15 دقيقة بس؟ لأنه هو خد لسعة على النار، هتقلل فترة التسوية بتاعته أو الفترة المطلوبة للتسوية. تعالوا بقى نشوف واحدة واحدة من قطع الدجاج. الطبق ده يحتوي 3 بس، مش عايز أكتر فيه عن 3 عشان يبقى الشكل برضو محترم. اعمل ايه بقى دي؟ نحطها في الطبق الاخر وناخد تقليبه كده للميه وننزل بالكلام الخطير ده فوق الفراخ كده.